تونج ولا الحوادث فعلا بسرعة، عادل تفضل. لأنك سألت سؤال حول المعطى السياسي، أنا أتيحت ليش فرصة جست فقط تعليق، أو كان نقولوا اللوبيات وكذا. من حسب رأيي منها كان اللوبيات وقتها كل الأولياء متاع تونس جزء من اللوبي اللي يهز للواحد خاطر مش كل واحد. معناها المسألة معقدة أكثر من أني فما لوبيات تحب تفلس الوجهة العمومية وتعمل البريفي وكذا كذا. وقتها للأسف تنقولوا حتى النقابيين حتى كذا، ثم عباد تهز عباد تقول لك هذوك منخرطين، الأولياء هما بيدهم يشاركوا في ليزيتيود وفي كذا وفي كذا. معناها المسألة معقدة شوي. فقط على المستوى السياسي أنا قلت صحيح من قبل فما كذا وكذا، يعني فما يعني العشرة سنين الأخرى فما سياق جديد. لو نقولوا ما احنا وقت مثلا بن علي كان يحكم وحده، لكن كان مهتم بالشأن العام في إطار العقل نتاع الدولة، نحب ولا نكر ديما يبقوا واعيين كذا كذا. ثم فساد ان سارتان مومون، ولا طريقة الحكم اون ديكالاج مع الواقع الاجتماعي والتهميش، وأدى إلى ما أدى إليه. مشكلة أخرى، المشكلة وين؟ كي نجوا نحن في مرحلة نتاع ديمقراطية أو انتقال ديمقراطي اللي بالنسبة لي ما عشناهمش الاثنين إلى حد الآن، السياسة أصبحت ما كانوا العشر سنين خالص. العشر سنين هذوما هو السياسة هي يعني ما سميته هو انحراف ديمقراطوي. انحراف أو أي نعم انحراف، لا عشنا انتقال ديمقراطي ولا عشنا ديمقراطية. والناس اللي قاعدة تحكي على فشل الديمقراطية في تونس أنا نستغرب أنا ما عشناهاش، وتبينها لك بشكل بسيط. في الديمقراطية المفروض السياسه راي تدور حول تسيير الشان العام باش نبسطوها حتى المواطنين. اش معناها تسيير الشان العام؟ يعني اللي نحكوا فيه تو، يعني الصحه والتعليم والبطاله والاقتصاد والبيئه واللي تحب عليه وكذا كذا، ومعاه نوع من تحديث المجتمع اذا كان نحبوا نحدثوا المجتمع. هنا كيفاش تم التسيير؟ انت عندك راي في السياسه في الاقتصاد يختلف على الراي الفلاني وكذا، نتنظموا في شكل احزاب ونقدموا رواحنا الى غير ذلك. ومشكلة الحكم محلولة بحكم أن الديمقراطية تداول على السلطة وننتخب واللي ياخذ أصوات يمشي بالطريقة الكلاسيكية اللي نعرفوها. كذلك مسألة الدولة محسومة لأن كلنا عنا الوطنية، ننتمو للهوية الوطنية إلى غير ذلك. في أكتوبر 2011 أنا بالنسبة لي بدأ الانحراف. من 14 جانفي حتى لأكتوبر عشنا انتقال سلمي للسلطة، لعبت فيه قوة الدولة المجتمع المدني دور مهم جدا اللي توا قيس يحب يضربه. في أكتوبر مع انتخابات أكتوبر جابت لنا حركة للأسف واللي سميتها من قوى ما قبل الدولة، ما تعرف من السياسة كل الحكم، اللي هي حركة النهضة. وزادت عاود لنا رجعت لنا إشكالية الدولة من جديد، دولة دينية وما نعرفش شنو وكذا. ولتش السياسة تدور حول طبيعة الدولة والدور كذلك حول الحكم، معايا ولا مع شكون؟ وحتى في الإدارة ما نحط كان الجماعة اللي معايا وكذا. دونك إشكالية الحكم هي اللي طغات على كل شيء في وقت الترويكا بزعامة حركة النهضة. للأسف الباجي قايد السبسي في حد ذاته أعاد إنتاج إشكالية الحكم من خلال التوافق، لأن يعني ديما نعاود راهم توافقوا باش يقسموا الحكم مع بعضهم. الدليل على ذلك أنه فناء نداء تونس بيدو جاء في جرة هذا. إذا كان أنت عندك السياسة تدور على الحكم على حساب شكون شنو باش يتم؟ باش يتم على حساب تسيير الشأن العام. وذاك علاش احسب أنت قداش تعدينا وشفنا وزير صح كلهم هكا خاطر يا معايا يا معايا ولا مع الاخرين، نحطك تتبدل الوضعيه ونحن انسابيليتي بوليتيك. احسبي قداش عددنا حكومه الى غير ذلك، لانه الهاجس ما كانش تسيير الشان العام بما فيه التعليم والازمه اللي نحكوا فيها تو، وجزء كبير من اللي قاعدين نتكلموا عليه هو ناتج على تهميش الشان العام منذ اكتوبر 2011. فوالا كلها على بكره يبيع حتى كي جينا. خنت تصوري انا عطيت مثال نداء تونس انا حكيت عليه، حركه هذا حكيت عليه. ناخذوا الكام تاع المشيشي، السيد كان مكبش بسنان ورجليه ويجيه في الحكم تقول عنده برنامج باش يهزنا نعيشوا في البلانيت مارس، وهو ما عنده حتى شيء. علاش السيد لا عنده لا سياسه لا حاجه؟ لانه فما اللوبي اللي معاه الحزبي وكذا كذا شادين فيه لانه يحبوا الحكم. تعرف راشد الغنوشي بيدو مشى ولا رئيس رئيس البرلمان، حول رئاسه البرلمان الى سلطه منافسه للسلطه التنفيذيه اللي هي موجوده هذاك. دونك طبيعي جدا التهميش نتاع المدرسه راهو السبب نتاعه هو التهميش الشعبي. ولكن سعاده لطيفي هي لليوم ربما حتى في الدار القائم بعد 25 جويلية كي تجي تشوف الاصل نتاعه هي عركة على الحكم، هي عركة من أجل التموقع وعركة على الحكم. مازلنا هنا إن شاء الله تو نجوها تو نجوها نحن ذاك تو نقولوا التوجهات الجديدة الرئيس مازال بعد 25 هاي بدت أشياء وتو إن شاء الله نحكوا فيها من بعد. بربي النقطة الثانية حبيت نحكي فيها ذي الوضع السياسي، ثم حاجة مجتمعية مهمة جدا اللي هي المدرسة راهي في العالم كامل بالفرنساوية بتخلق سكون ابيل ان فورم دو سوسيابيليتي، يعني نوعية من العلاقة الخاصة، هي إطار لخلق علاقات يعني اجتماعية خاصة بين التلميذ وبين الأستاذ، بين التلميذ والأستاذ
الاداره وبين تلامذه مع بعضهم والى غير ذلك الى غير ذلك. وهي محصنه المفروض معناها المدرسه من الاختراقات نتاع التناقضات المجتمعيه نتاع الكبار. التناقضات المجتمعيه نتاع الكبار اللي فيها عنف فيها كذا فيها كذا فيها كذا. نحن للاسف في اطار تهميش الشان العام وبالتالي تهميش المدرسه اصبحت المدرسه هي بيدها فضاء تم اختراقه من طرف تناقضات المجتمع في حد ذاته، سواء الاختلافات السياسيه سواء كذا، ولا التساهل ولا حتى ناس في الاداره وكذا، الشان السياسي اللي يحكوا فيه البرا ليبرو اللي يحكوا فيه مع الصغار وكذا، وانا يعني عم ناول تقريب مشيت المدرسه لاني بنت اختي في فريانه معناها حكيتها لي استاذ واش يقول لهم معناها درس كانك تتفرج في البرلمان ولا كذا اللي هو معناه خارج النطاق تماما، مش لانه استاذ فقط ثم برشا شرائح، كذلك التلامذه وقاعدين يعيشوا في وضعيه نتاع عنف ونتاع تسيب، لا هالي بيدهم اسفوار الظروف نتاعهم الاولياء كذلك الامور لانه ما فماش متابعه، حتى العنف الموجود في البرة في المجتمع في الشارع الى غير ذلك، ولا يدخلوا تتذكروا حتى اختراقات يقول لك هاي ناس دخلت والاسوار مشي موجوده ولا معناها عباد تخرج من الاحياء من المحيط المجتمعي، ثم مشكل كبير هو في اختراق المدرسه من طرف التناقضات المجتمعيه، هذه يلعب دور كبير راهو في انتشار العنف.